Oh my god! Oh my god شباب شنو هذا؟ هاي شنو الصندوق؟ بالله جرب فتحه؟ يا ورع وش جاي تسوي؟ صندوق يحكي؟ ايه انا الصندوق السحري جاي يحكي وما حد يسمعني بس انت. اوه ماي جاد يا ساتر صندوق يحكي شلون صرت انا يا صندوق؟ طبعا انت الشخص جدا جدا محظوظ. شنو محظوظ يعني انت بك هو انت كنز يعني؟ ايه انا الكنز المفقود جيت لك لان القلعه مالتك عجبتني كلش كلش كلش. اوه ماي جاد يا شباب احنا كلش محظوظين. زين انت شنو جوادك؟ انا جواتي بلوكات ما في مثلها بالتاريخ كله. زين انت شنو داخلك يا صندوق؟ شنو داخلك؟ ما اقول لك شنو اقول لك شنو داخلي؟ مستحيل اقول لك شنو داخلي. طيب يا ربي شلون ورطه هاي؟ طيب صندوق ارجوك قل لي انت شنو داخلك؟ حتى تريدني اقول لك هاني شنو داخلي وتقدر تفتحني وتاخذ الشغلات اللي بيا لازم. طبعا انا عندي هاي القلعة الاسطورية بس بعدها ما مكتملة الصراحة، بعدها بيها هواي شغلات نقصانين. طبعا انا جهزت لي بهذا الصندوق كل المتطلبات او كل الشغلات اللي احنا لازم نحتاج لها او راح نحتاج لها حتى احنا نخلص شنو هاي القلعة مالتنا الجميلة الاسطورية الخنفوتشارية اللي ما في احسن من عندها. طبعا اول شيء ما راح نحتاج ولا شيء. شنو ما نحتاج ولا شيء؟ اكيد راح نحتاج شغلات مثل الكرافتنج تيبل، يعني الكرافتنج تيبل هذا شيء طبيعي رح نحتاج ان نسوي لنا كميه لا باس بها من ستيكات. اوكي اول شيء خلينا نبتدي او نبلش بالادوات. يعني مثلا لازم ضروري يكون عندنا بيكاكس، وضروري لازم يكون عندنا اكس، وضروري يكون عندنا شفل. فبهاي الطريقه نقدر احنا نسوي اي شيء احنا نريده. مثلا الارضيه نقدر احنا نطيرها او نفلشها، تفلش كامل الارضيه كامله، نفلش هذا الديرت ونخلي مكانه شنو بلوكات مال دايموند اسطوريه. وهمين الباب هنا نقدر احنا نركب الباب عندنا. طبعا انا جهزت لي هذا الباب الذهبي الجميل مثل ما جاي تشوفون. واو والله العظيم فشي من اروع ما يكون. اوكي شنو عندنا بعد؟ او عندنا باب بس هذا الباب من نوعيه ثانيه. شنو رايكم نخلي هذا الباب الذهبي او خلينا هذا الباب مال القلعات؟ والله الصراحه محتار اني. شوفوا الحركه مالته شلون ينفتح شلون يغلق. فوالله العظيم فشي من اروع ما يكون. او صارت الدنيا ليل يا ساتر يا ساتر ما عندنا سرير. بس شلون ورطه هاي؟ دقيقه خلي اروح البيت جاري هذا اللي عند ديارة راح نعطيك محبه دايموند وقل له على شرط ينطينا شنو ينطينا شو اسمه ذاك ننطي دايموند ينطينا سرير مالته. هاي استاذ او كان الاستاذ هذا مو بيته. بالله خلينا نصعد له فوق بلكت يكون بالطابق مالته الثاني. اي خلاص ماكو مشكله. هذا الشخص عنده سرير وردي فراح ناخذه ونعوض مكان السرير الوردي بلوكتين دايموند بعد 4 بعد 6 8 بلوكات دايموند. بعد شنو يريد هذا الشخص؟ راح يقدر بهذول البلوكات اللي انا اعطيته اياهن يقدر هو يسوي له دروع فول دروع دايموند وفول دروع بس قولوا وياي وفول ادوات دايموند. يعني بكل اختصار ذاك الشخص راح يصير غني يعني مقابل هذا السرير اللي احنا اخذناه من عده. راح خلينا السرير هنا بالدايموند شيء طبيعي. مجهزين تورتشات احنا لو لا؟ اوكي ماكو مشكله راح نخلينا اللافا شوي بعيده فبالتالي تقدر تضوء لنا شوي المنطقه. يلا ماكو مشكله احنا هسه خلينا ناخذ لنا غفوه سريعه احسن لنا. اوكي كلش حلو. اي صباح الخير واخيرا اجى صباح. خلينا ناخذ لنا هذا الباكت اللافا. شنو يسوي هنا؟ طبعا احنا يا شباب بنات احنا هسه اول مره لازم نسوي انه احنا نكمل نخلص لنا تفليش او لازم احنا نشيل كل هاي الكميه الجميله مال الديارت. ليش؟ حتى نخلي كل الارضيه اللي موجوده بهذا المكان او كل يعني كل مكان هذا الديارت لازم ما يكون دايموند، لان مثل ما تعرفون اذا راح يبقى ديارت ما راح يرهم الشكل مال القلعه مال الدايموند. يعني حرفيا ما راح تصير كلش اسطوريه، راح تصير يعني مو حلوه كلش. ليش اكذب عليكم؟ فاحنا ورا ما نخلصها كلها او تقريبا احنا قربنا نخلصها فان شاء الله راح تصير عندنا من اروع وافضل القلعات اللي بالتاريخ. يعني ما يصير قلعة تكون كلها دايموند وجميلة جدا وبالارضية تكون ديرت، يعني ما ترهم الصراحة. هذا الشيء ما يرهم بكل اختصار. فعلى الاقل هيجي احنا اذا نكمل نترس الارضية كلها دايموند بيكون شيء مرة بطل ويكون شيء مرة حلو. فيلا يلا هسه هذا كله ترسناه الحمد لله وشكر دايموند الله علينا. طيب هسه اول شيء او ثاني شيء نحن راح نسويه اللي هي القلعة او البرج مال المراقبة. شيء طبيعي هذا يكون اكو بشكل قلعة موجودة بالعالم
اكيد على الاقل لازم يكون على الاقل على الاقل شكو على الاقل برج مراقبه واحد. خلينا ناخذ لنا بعد بلوكات دايموند زياده. يعني الهدف مال هذا الفيديو انه انتم تتعلمون شلون اني راح اسوي او تتعلمون شلون انتم تقدرون تسوون بالعالم مالتكم مال السرفايفل او الماينكرافتي تسوون قلعه. صحيح ما تقدرون تجمعون هيك كميه مال دايموند. انا الصراحه انا اشتغلت تقريبا عندي من سنه 2017 او من سنه 2016 وانا دا العب ماينكرافت. يعني حسبوا كم من سنه، يعني 2016 2017 2018 2019 2020، عندنا تقريبا 4 سنوات وزائد 2، يعني تقريبا بال6 سنوات واني العب ماينكرافت. هيك اني يعني قدرت اخذ لي هاي الكميه مال الدايموند الجميله الاسطوريه. فهسه خلاص تقريبا كلش حلو، هاي الارتفاع كلش زين. فهسه راح نسوي هذا بهاي الطريقه، اوكي نكبره شوي يعني، وراح نسوي لنا فت حركه راح تعجبكم بشكل مو طبيعي. اوكي 1 2 3 ما اعتقد ما راح ترهم، بس راح نخليها ترهم، ما عليكم شباب. اوكي يلا هسه راح نسويها. شوف شوف 1 2 3 4 اوكي، بس هذا اللي راح تسوونه حتى يتبان عندنا شو اسمه هاي، بس قولوا وياي برج جدا جدا جميل. اوكي طيب نقدر نسوينا مثلا حبتين هنا وحبتين هنا. اوه خلصنا الدايموند يا ساتر. طيب خلينا ننزل من هذا المكان، او بس لازم ننتبه احنا ما نموت. اوكي كلش تمام، صار عندنا برج مال المراقبه جدا جدا رائع. اوكي باقي شيء واحد بهذا البرج المراقبه، انه احنا حتى نراقب الناس ونشوف المدينه ونباوع المدينه من فوق من تحت من جوا من كل اماكن او من كل مناطق. خلينا نسوي لنا كميه لا باس بها من استكات، ونسوي لنا كميه اسطوريه مال درج، ونسوي لنا همينه صندوق لان راح نخلي به هناك فوق شغلات رهيبه. نسيت بعدك وشغله لسه ما سويناها احنا، الباب لازم يكون اكو باب كيوت او حلو بهذا المكان. هسه راح نصعد يا شباب بنات، 1 2 3 4 5 6، هذا كله راح نترسه بهاي الطريقه ليدر او درج. فبالتالي يا شباب بنات احنا نقدر نصعد وننزل على راحتنا مثل ما جاي تشوفون. اوكي كلش تمام، هسه هذا كله خلي انترسه درج، 1 2 3 4 5 6. او باقي لنا شباب تقريبا يحتاج لنا اكثر من 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 6 درجات، يحتاج لنا نسوي لنا بعد درج زياده. فنجي هنا كالعاده نحل نسوي لنا درج، يعني تقريبا 12 حبة اعتقد كلش كافي، ما حاجة انه احنا نصرف بعد اكثر خشب او فنسايات. فماكو مشكلة والله العظيم هاي الحلقة او هذا هاي يعني شو اسمها الحلقه مال التعلم يا شباب جدا جدا راح تفيدكم بحياتكم. يعني راح تصيرون تتعلمون شلون راح تقدرون تبنون قلعه جميله اسطوريه مثل هاي القلعه اللي عندي. عبالكم خلصنا بعد اكو واي فيكات، اكو واي شغلات، اكو واي حبه شكلات راح نسويها ان شاء الله. اوكي هسه تقريبا سوينا اللي فوق، بعد اقدر اسوي لي اضافات بس اعتقد هيك كافي. فراح نسوي احنا كرافتنج تيبل ونكون هنا كرافتنج تيبل وش اسمها وصندوق. او عندنا خشبايات طاحوا يا ساتر، همزين مامتني شوفوا قلوبنا كلهم طاروا. والله الحمد لله وشكر عليك الحال مامتني. زين هسه شنو راح نسوي؟ اوكي هسه اكو شغله كلش كلش ضروريه ولازم كل واحد يكون عنده قلعه لازم يسويها. هاي الشغله لازم بين بلوكه وبلوكه يحط بلوكه، بين بلوكه وبلوكه يحط بلوكه، حتى تبان من بعيد كلش انه هو عنده قلعه جميله جدا واسطوريه خرافيه وما في احسن من عندها. فبالتالي احنا كملنا هسه القلعه مالتنا، هسه خلينا نشوفها من البعيد ونشوف الشكل مالتها. اوه ماي جاد شباب، بس كانه ناقصه شيء. اعتقد عرفتونا هذا الشيء اللي ناقصه، اكيد القزاز، لازم يكون قزاز بكل مكان. باي القلعه مثلا عندنا هنا لازم تكون بلوكه 2، نبتعد بلوكتين مثلا لازم تكون هنا بلوكه 2، ونبتعد قليل شوي بلوكتين، خلي بلوكتين ونسوي 2 كالعاده. كلش كلش حلو، بس المشكله شباب اللي واجهتنا هسه انه اكو مشكله بسيطه، هي مو كلش كبيره هاي المشكله، راح نحلها ان شاء الله. انه الدرج خربناه، الله علينا، عاشتيدنا هسه شلون راح نصعد؟ مستحيل نقدر نصعد هسه، يعني لازم ننقل الدرج بهذا المكان. يا ساتر هسه شي نقله هذا، شي نقله؟ والله ما ادري، خلاص ضروري هذا الشيء، هذا الشيء ضروري لازم ننقل هذا الدرج. فبالتالي حتى ما يخترب عندنا الشكل تقريبا نقلنا نصه، ماكو مشكله راح ننقل هاي الجهه هاي، وهذيك الجهه راح نكملها بالمستقبل ان شاء الله مو هسه. انا الصراحه ما اريد اضيع لكم وقتكم لانكم وقتكم جدا جدا ثمين. يلا ماكو مشكله هسه نكمل نفلشنا. تقريبا خلصنا كل الدرج اللي احنا يعني خليناه بالغلط، فهذا كله راح ينشال. اوكي وراح يكون مكانه من هذا الاتجاه الدرج الجميل الاسطوري. اي جبل هون، اي درجاية والله ما ادري الجبل هون. يلا ماكو مشكله هسه خلي نكمل بهاي الطريقه الدرج بهاي البساطه. كلش كلش تمام، هسه بما نكملنا كل شيء خلي ننزل. ويي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 ي
اوه ماي جاد ام زين ما متني. والله الله يستر علينا شباب لا نطيح طيحة معدل هسه ننقتل. يلا هسه خلينا نفلش لنا كم يالا بأسبع من الرملايات. هسه اقول لكم ليش الرمل، اكيد تعرفون شنو فائدة الرمل، يعني كل الناس الماينكرافتية او كل الناس اللي محترفة بماينكرافت تعرف شنو فائدة الرمل باختصار. فائدة الرمل باختصار انه تقدر تسوي لك شنو، تقدر تسوي لك قزاز. يعني منو ما يعرف هاي الحركات؟ اكيد كل الناس تعرفها، كل اللعيبه الماينكرافتيه المحترفين الاساطير كلهم يعرفون، اعتقد انكم اساطير فتعرفون هاي الفيكات الحركات البسيطه الماينكرافتيه. يعني والله صدق اكو ناس، يعني مثلا من بديت العب ماينكرافت او قبل لا اكون محترف هيك مال ماينكرافت، كنت كل شيء ما اعرف عن اللعبه، اعرف بس اركض، بس اركض، بس هذا الشيء اللي اعرفه. بس مع الاستمراريه مع الوقت صرت كلش كلش محترف. فهسه راح نسوي لنا ساند ونسوي لنا خشب. ايه هسه كلش تمام. هسه شنو لازم نعدل؟ اوكي مثل ما جاء تشوفون بعد نقدر نسوي لنا فتحتين هنا يكون شيء مرحله او ما ترهم الصراحه، ما ادري والله الصراحه كل شيء كل شيء وارد شباب. اوكي فا اوكي هسه شنو بعد لازم نسوي؟ لازم نفتح لنا هنا حبه وهنا نفتح لنا حبه من هنا. ما اعتقد من هنا ترهم. اوكي حلوه حلوه الصراحه حلو، يجوز يجوز، بس هاي راح نغيرها تكون هنا افضل. اي هنا تكون افضل. القلعه مالتنا جدا جدا راقيه صارت كلش كلش حلوه. هسه ورا ما نخلي عليها القزاز بيكون الشكل مالتها جدا رائع. اوكي بلوكتين قزاز من هنا وحب من هنا، شوفوا شلون الشكل صاير. بدا شباب بدا يصير شكل اسطوري حرفيا بتمعنى الكلمه. بس لازم ناخذ بعد قزاز. اوكي هسه تقريبا عندنا حبتين جاهزات. اظل خلي نترسن بهاي الطريقه، شوفوا وين وصلنا. اي حلو تقريبا بقت لنا حبه 2 3 4 5 6 يعني 6 حبات قزاز، وبالتالي احنا كملنا او خلصنا كل هاي القلعه الجميله الاسطوريه. فليتس جو خلينا ناخذها. بعد اكو حبه هاي خلينا نصعد لها هنا بهذا المكان، خليها بهذا نبدي من فوق واحنا نازلين. اوكي هاي الاولى خلصناها، نرجع الفرن لو مسوين فرنين ثلاثه. هسه كانوا كلن خلصوا، بس شو اسوي؟ ما متعاجز انه اني اجمع لي هسه كميه كلش كبيره مال كابل ستون او مال حجر، يعني كلش صعب الصراحه الواحد يجمع له كميه كبيره مال حجر. اوكي هسه ناخذ لنا قزاز. اوكي هاي راح تجهز. اوكي جهزت هاي كلش تمام، نرجع نصعد اللي فوق مره ثانيه. ما عليكم ما عليكم. هسه كملنا باقي بس هذول والله العظيم، باقي حبتين قزاز، والله العظيم باقي حبتين قزاز، يعني بقت بس هاي البلوكه. وهسه راح ننتظر لين البلوكه الثانيه تصير جاهزه وبالتالي نقدر ناخذها. اوكي طبعا شوفوا الشغلات اللي عندنا مثلا بوكيتات لافا. هسه اقول لكم شنو فائده البوكيتات مال اللافا. اوكي هسه خلصنا كلش كلش حلو. هسه نشوف الشكل مال القلعه مالتنا شلون صار، حلو لو مو حلو، اذا مو حلو نعدله بعد زياده. اوكي فخلي نشوف. اوه عندنا هنا كميه مال الديرت المفروض انها تنشال. اي والله صدق شباب المفروض انه احنا نشيل هاي الكميه مال الديرت اللي موجوده هنا. الصراحه احسها جايه تخرب لي المنطقه مال القلعه مالتي الجميله الاسطوريه مال الدايموند. يعني انا كلش كلش غني، هيك القلعه مالتي اسطوريه مال الدايموند، وكل الناس تتمنى انها تكون عندها قلعه مثل اني القلعه الاسطوريه الدايمونديه الماينكرافتيه. الحمد لله والشكر على كل حال. يلا هسه هذا كله راح نفلشه بهاي الطريقه مثل ما جاي تشوفون. الله الله علينا، شوف القلعه ما احلاها صارت، والله جدا رائعه يا شباب وبنات. همين هذا نقدر احنا نفلشه، يعني ما احسه حلو، فخلي نطيره كله بهاي الطريقه. والله الصراحه كانه اني راسي بدا ياذيني او راسي بدا ياذيني، لان الصراحه تعبان، صار تقريبا يومين ما نايم، يومين ما نايم الله يستر. اوكي فماكو مشكله. هسه خلي نكمل نفلش لنا بس هاي المنطقه مال الجير، يعني الصراحه هسه مو حلوه الصراحه، جاي تخرب لي بالبيت بالقلعه مالتي. همين الشباب من ورا نقدر نسوي لنا نوافذ او شبابيك، بس مو هسه الصراحه. هسه بس اللي في بالي انه اني اخلي القلعه مالتي مرتبه اكثر واكثر. اوكي يلا ماكو مشكله. هسه هذا كله البحيره الصغيرونه اللي موجوده هنا المفروض احنا نشيلها حتى حول او داير مداير القلعه يكون كلش كلش اسطوري خرافي. اوكي او صارت الدنيا ليل كانه احنا لازم نرجع لنا مره ثانيه. بس والله العظيم البارحه نمنا بالقلعه من كانت يعني بسيطه وضعيفه وما ناس فقره، بس هسه خلاص هسه خلاص. طيب هسه اكو شيء راح اسويه اللي هو لازم احيد داير مداير القلعه مالتي لافا. اي 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 طبعا يا شباب بنات هذا من اكثر الاشياء الضروريه اللي الشخص لازم يسويها بالقلعه مالته، لان اكيد راح يجون بالليل او راح يجون بالمستقبل كميه من الزومبين. مثلا يجوز اكو يوم اني اطلع بالبيت، اطلع اروح اسوي لي رحله كهفيه، ابقى غايب عن البيت يومين او ثلاثه، على الاقل باللافا راح تقدر تحميلي كل البيت مالتي. فلازم اخذ لي كل باكيتاتي مال اللافا. دقيقه شوف لنا كم باكيت عندنا. باكيت 2 3 4 5 6 طبعا عندنا سكت 6 باكيتات. لازم نقسمهن بطريقه عادله. اوكي فهنا نجي ونحط لنا
باكيت هي اللافا كم تمتد؟ دقيقة بلوك 2 3 أربع بلوكات ماكو مشكلة. مثلا عندنا هنا بلوك 2 3 4 يعني نجي هنا ونخلينا باكيت لافا أوكي. لازم تكون القسمة كلش عادلة أوكي. هسه يعني 1 2 3 4 نجي نخليها بهذا المكان إن شاء الله. رح حيد داير ما داير البيت مالتي كله لافا. بلوك 2 3 4 ونجي ونخلي باكيت هنا. هسه خلي هاي تكتب مال أول مرة وبعدين نحسب مرة ثانية أوكي. باكيت 2 3 أو شنو هنا شنو عندنا اوكي. دقيقة وبقالنا بس 3 باكتات لافا يكفن هذول شباب تتوقعون. بلوك 2 3 4 وهاي 5 اعتقد ايجي ما ادري الصراحة اذا راح تفتر او لا. نشوف ان شاء الله تفتر. لا شباب ما افترت يعني لازم نفر شوي منها انا كلش تمام اوكي. يلا هسه خليني نحسب مرة ثانية. بلوك 2 3 4 وخله هنا اخر بلوك شباب الله يستر. او قربنا نوصل والله العظيم اوكي. بلوك 2 3 4 يا الله يا الله يا الله يكتملني يا رب يا رب بليز بليز بليز. ايوه بالضبط هذا الشيء اللي احنا نريده. اكتملت صاير داير مداير البيت مالتي كلها لافا. فتشي من اروع ما يكون يا شباب. الحمد لله وشكرا لك الحال. زين هسه شنو راح نسوي عندنا؟ نسيت اني لازم اروح انام وباكر الصبح. مرتي لللافا مستحيل هسه يجوا لي زومبيين وكتلوني كتله معدله. خلي نسوينا هسه تورتشايات او شمع لان مثل ما تعرفون يا شباب هسه صارت الدنيا ليل وانا الصراحة ما اريد ابقى بالظلمة. فعلى الاقل لازم تكون القلعة مالتي بيع تورتش بس لازم يكون التورتشايات مصفطين بشكل متناسق اوكي. كل بلوكتين شمعاية كل بلوكتين شمعاية حتى يكون الشكل مالتها جدا جدا رائع اوكي. فمن هاي الجهة همينة نفس الشيء لازم نسوي في كل الجهات اوكي. نفس الشيء بهاي الطريقة مثل ما جاي تشوفون اوكي. وحدة لا هاي وحده هنا كلش تمام. ومنها نفس الشيء وحده هنا وحده هنا وهاي وحده 2 3 كلش حلو. هسه صارت القلعه مالتنا جدا مضيئه اوكي. همين هسه هذا بالدرج لازم يكون اكو عندنا اضاءه يا شباب. فبالتالي حتى من برا كل الناس تقدر تشوف القلعه مالتنا. ومنها نفس الشيء لازم يكون كل يحتاج لنا بعد تورتشايات زياده. شنو كلهم صرفنا انا هذول عجب والله الصراحه اني استهلك كميه كلش كبيره مال تورتشايات. واو هذول كلهم همين لازم يكون تورتشايات. هسه راح ننزل جوا اوكي. بعد اكو شغله هذول كل فوق وحده لازم تكون تورتشايه حتى من بعيد كلش كل الناس تشوف القلعه مالتي جدا اسطوريه وراقيه يا شباب بنات اوكي. هسه تقريبا خلصنا كل هذول التورتشايات. هسه خلينا نشوف من برا شلون الشكل. الله خلينا نطلع نصعد فوق التله. نصعد فوق التله ونشوف او ماي جاد ما شاء الله تقييمكم بالله عليكم تقييمكم من 10 على القلعه مالتي. انا الصراحه انطيها مليار من 10. ما ادري انتم كتبوا لي بالتعليقات شقد تقيمونها. الصراحه اكو مشكله باللافا بس ما عليكم ان شاء الله ان شاء الله. هاي بعدين اجيب اشتري لكم يلا بس من اللافا وهذا كله راح يكون متروس لافا كلش تمام. هسه احنا خلينا ناخذ لنا غرفه صغيره ننام وان شاء الله باكر الصبح نكمل نعدل على القلعه مالتنا كلش حلو اوكي. صباح الخير هسه اجى يوم جديد كلش حلو يا شباب ويا بنات. طيب اليوم ان شاء الله راح اخذ لي هذول البنرات. هسه اقول لكم شو راح نسوي بهن البنرات هذول ان شاء الله راح يفيدنا بشكل مو طبيعي. همينه شنو قررت انه اني راح اشوف لي طريقه كلش اسطوريه انه اني استخدم بها البنرات مثل ما جاي تشوفون. بهاي الطريقه استخدم بها البنرات فبالتالي ينطي جماليه جدا اسطوريه للقلعه مالتنا لان القلعه بدون بنرات كانه يعني ما احسها ما ترهم قلعه بدون بنرات مثل ما جاي تشوفون. شفتون ما احلاها صارت؟ اي والله جدا جميله. بس هاي المفروض تكون مكانها بهذا المكان. هسه نشوف ان شاء الله يصير شكلها. بس هاي اعتقد مكانها خطا والله ما ادري اوكي. نشوف هسه شلون الشكل راح يطلع. ان شاء الله شباب يطلع شكل حلو ان شاء الله. بس ادعوا لي ان شاء الله ان شاء الله اوكي. خلي هذا كله ترسه بنرات وشوف من بعيد شلون الشكل مال البنرات. والله الصراحه ما ادري يجوز انه خربها. بس اذا راح نكملها على كامل القلعه اكو احتماليه كلش كبيره انه تطلع شيء مره جميل اوكي. فخلي احنا نجرب نحط البنرات على كامل هاي القلعه الجميله مالتنا الاسطوريه ونشوف الشكل شلون راح يطلع اوكي. فماكو مشكله عندنا هذول البلوكتين ما نقدر نسوي لهم ولا شيء لان الصراحه ما لهم مكان اوكي. باقينا هنا وحده 2 3 او ماي جاد الظاهر راح يخلصون البنرات واحنا لسه ما غير وحده اوكي. وهاي 2 3 4 او ماي جاد بقت لنا حبه الحمد لله وشكرا لك الحال. زين هسه خلينا نفلش هنا هاي الديرتايات الموجودين هنا ونشوف بالكت تلاقينا شباب بالكت شو اسمه يطلع شكل حلو مال البنرات اوكي. خلينا نشوف دقيقه. اوه والله رائعة جدا 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 يا شباب مال البنرات.
الصراحة فتشي من أروع ما يكون، بس هذول ثلاث حبات المفروض يكون قزاز، بيكون شيء مرة حلو. نجرب نخليه قزاز، أوكي نجرب نخليه قزاز. عندنا 16 حبة قزاز كلش كافي، فنجيب هنا قزاز وهنا قزاز نشوف. إيه إيه صارت أحلى، اي والله العظيم صارت احلى شباب، كلش كلش اسطوريه صايره الحمد لله، وشكرا لك الحال يا شباب بنات، والله فتشي من اروع ما يكون. اوكي طبعا انا اجت لي فكره ببالي انه اني وراء البيت مالتي ان شاء الله راح اعدل فتشي كلش كلش اسطوري. اوه ماي جاد، اوه ماي جاد شباب شنو هذا؟ هاي شنو الصندوق؟ والله جرب فتحه. يا ورع وش جاي تسوي؟ صندوق يحكي. ايه انا الصندوق السحري جاي يحكي وما حد يسمعني بس انت. اوه ماي جاد يا ساتر، صندوق يحكي، شلون صرت انا يا صندوق؟ طبعا انت الشخص جدا جدا محظوظ. شنو محظوظ يعني؟ انا انت بك هو انت كنز يعني؟ ايه انا الكنز المفقود، جيت لك لان القلعه مالتك عجبتني كلش كلش كلش. او ماي جاد يا شباب احنا كلش محظوظين. زين انت شنو جوادك؟ انا جواتي بلوكات ما في مثلها بالتاريخ كله. زين انت شنو داخلك يا صندوق؟ شنو داخلك؟ ما اقول لك شنو اقول لك شنو داخلي؟ مستحيل اقول لك شنو داخلي. طيب يا ربي يا شلون مرت هاي؟ طيب صندوق ارجوك قل لي انت شنو داخلك؟ حتى تريدني اقول لك انا شنو داخلي وتقدر تفتحني وتاخذ الشغلات اللي بيا؟ لازم هسه كل المتابعين يضغطون على الزر الازرق اللي هو زر اللايك ويوصلون هذا المقطع الى 50,000 لايك. همين اريد كل المتابعين يشتركوا بالقناة ويفعلوا جرس الاشعارات. يعني سمعتوا يا شباب بنات، هذا الصندوق اللي جاي يحكي جاي يقول لنا لازم توصلوا هذا المقطع الى 50,000 لايك حتى ينفتح. يلا تفضل تقدر تفتحني هسه. يلا جاهزين يا شباب بنات حتى نفتح هذا الصندوق وشوف شنو داخله. يلا 3 2 1. هاي شنو البلوكات؟ هاي شنو البلوكات؟ هاي صندوق جاي تسمعني، صندوق جاي تسمعني. غريبه غريبه يا شباب، الصندوق ما جاي يحكي. اوه ماي جاد اوه ماي جاد شباب جت لي فكره، دقيقه نجرب نخلينا بلوكات هنا ونشوف شلون الشكل راح يطلع. واو شنو هاي يا شباب؟ جدا رائع. اوه ماي جاد اوه ماي جاد يا شباب شنو هاي البلوكات؟ والله الصراحه هذول البلوكات اول مره اشوفهم بحياتي، جدا رائعين هذول البلوكات. انا راح اغير لي القلعه مالتي كلها من هاي البلوكات الجميله الاسطوريه الخنفشاريه. واو شوفوا ما احلاها، والله فتشي من اروع ما يكون يا شباب ويا بنات. واو واو والله فتشي رهيب. واو صار عندنا قلعه مال الرينبو. واو